الأستاذ لأجل بختك مركز أوي النهاردة. أيوة يا أستاذ. ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ وأي شيء يقال؟ وأي شيء يقال بعد كل ما قيل؟ وهل قول يقال مثل قول قيل قبل ذلك؟ كما قال الشاعر: رب قول قيل في قول خير من قول يقال أو لم يقال. الأستاذ فتح جامد قوي، ربنا يزيده. ده الأستاذ ده فصيح فصاحة. ثم دعوني أتساءل، هل كل قول يعتبر قول؟ ها؟ كلا 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 وألف كلا. فهناك قول وهناك قول آخر. أما بالنسبة لقضية اليوم التي نحن بصددها، فدعوني أتساءل بكل ما أوتيت من قوة، ماذا أقول؟ ادخل يا أستاذ، ادخل فينا فندم، ادخل في الموضوع يا أستاذ. إن شاء الله حصل يا فندم، بس سيادتك عارف، سيادتك عارف يا فندم إن المقدمة الإيضاحية مطلوبة يا فندم. اللي بتقوله ما فيش ريحة الإيضاح يا أستاذ أحمد. طيب أعيد يا فندم من الأول علشان المحكمة تتابعني. ما فيش داعي يا أستاذ أحمد. الراجل متهم بقتل جاره والشهود موجودين. يا أخي الله يخيبك، ده أنا بوصي على 7 جار يا أخي. الله، إيه الكلام اللي بيقوله ده؟ كده؟ تعمل كده برضه يا مفتري؟ رجل القضية لجلسة باكر لسماع شهود الإسباب. والله يستحسن برضه يا فندم.
خير. السلالم دي كلها يا خرابي، ده انا على ما اوصل فوق يكون الواحد يتهد حيله واتقطع نفسه زي ما حضرتك التليفونات مقطوعه. يا مساعد عليكم يا استهانم. أكيد تعبان مش كده؟ إيه؟ هي فعلا السلالم بتاعتنا عالية شوية. هي عالية بقى يا ست هانم. معلش اتفضل اقعد استريح. اقعد اقعد فين؟ ايوه صحيح، ده احنا ما عندناش كراسي، اصلنا مأجرين الشقة مفروشة من أول النهاردة. ايه؟ مفروشة؟ وهو فين اللي فين الفرش ده؟ يا صاحب البيت هيجيب شوية حاجات واحنا هنجيب الباقي. تحب اجيب لك كوباية مية تستقبل لي رأيك بيها؟ ربنا يسترك، ربنا يستر عرضك. هاتي لي شفشق. حاضر. شفشق. بس يا خسارة مفيش كوبايات. لكن اسمع، ممكن تغسل ايديك كويس وتشرب بيها من الحنفية على طول. حضرتك الأول متأكدة إن في حنفية وفيها مية؟ لا 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 اطمن، مش للدرجة دي، الحنفية قدامك اهي ولسه مالية منها الفرد. مش معقولة. حط بقى التليفون ده في انا حتة تتهني. وبتزعق كده ليه؟ معلش غصب عننا، بس اتعودنا على كده من كتر التليفونات البايظه. اقول لك خليها هنا احسن، عشان ناوي اشتري حته موبيليا شيك واحط التليفون عليها. حاضر. ولا اقول لك احسن خليها هنا. هنا اهو. هنا اهو. حاضر. اسمع. ايه؟ خليها هنا احسن، بس طول السلك عشان يوصل الشقه كلها. الاستاذ احمد نافع الانبور المحامي. مين بينده على الاستاذ احمد المحامي؟ طلعه فوق. فوق فين؟ اخر دور. حاضر. كويس انك جيت راكب توصيله التليفون دلوقتي. اشمعنى؟ عشان تدق زي ما انت عايز، لان بعد كده هنركب ورق الحيطان. ولا مؤاخذه حضرتك والبيه منقولين من بلد تانيه؟ منقولين ايه؟ ده احنا لسه متجوزين في شهر العسل. ربنا يسعدكم يا ست هانم. ميرسي. لكن حرام برضو تاخدوا شقة مفروشة، دي أكيد غالية. ما هو لو هنستنى لحد ما نقدر نجيب شقة فاضية هكون أنا بقيت عانس وهو طلع على المعاش، يبقى بلاش نتجوز بقى. من مهدي كهرباء. ميرسي. ميرسي قوي.
يا سلام على رقتك يا ماما. ايه؟ مش فاهمة. بيقول لحضرتك امضي بالاستلام. برضو مش فاهمة. بيسأل حضرتك يلزم خدمة تانية؟ فهمت. دقيقة واحدة يا حاج. متشكرة أوي. إيه متشكرين. العطس ورد تاني ما تبعتولناش. لا 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 انا مش عايز فلوس. انا مش عايز فلوس بس انا سايق عليك النار. لو التليفون ده عطل ما تبعتوليش. واخد صحتي على قدي، عندي عيال عايز اربيهم. بكره صاحب البيت يصلح الاسانسير. صلح؟ تصدق الكلام ده برضو؟ الاسانسير بتاعكم ده ما بيشتغلش الا في العطلات الرسميه. انا عارف البيت ده كويس قوي، عارف صاحبه كويس قوي قوي. السلام عليكم. السلام عليكم. تعالنا بالشقه. الله. انت جيت يا حبيبي؟ اوعى تقول انك تعبت من السلم. ده انت لسه شباب وما يصحش كده. يلا قوم. عندي حاجة عليها القيمة هتكون نسيها من بعدها؟ برضو لا. أمال عايزة تخلصها عليا وتموتيني بدري ليه؟ اخفى عليك، ازاي تتهمني اتهام زي ده؟ أنت فاهم يعني إن ما عنديش محامي يترافع عني؟ حبيبتي، المحامي اللي أنت قصدك عليه ده بعد أسبوع واحد في الشقة هنا مش هيبقى في حالة رفع ولا لازم منه. ما تكبرهاش بس أمال. فيها ايه يعني لو كنا سكننا عند والدتي زي ما اتفقنا من الاول؟ حبيبي انا قريت في كتاب ان اهم حاجه بتوصل لمرحله الطلاق ان العرايس يسكنوا في بيت اهاليهم او يبتدوا حياتهم في بيت اهاليهم. الكلام بيكتر. امك قالت؟ لا، امك انت اللي قالت. ويبصوا يلاقي نفسهم الحمد لله انا ما سكناش عند امي.
عارفه المصيبه اللي انت عايشه فيها دي. فبتتعشي معانا بكره؟ انا بتعشى معاكم اطلع السجن ده تاني. وحياتك يا ماما. سلام عليكم. عشان خاطري يا ماما. حاضر. عشان خاطرك. عشان خاطرك. عينيا الاثنين. ما تنسيش يا ماما. مع السلامه. الله يسلمك يا حبيبتي. لسه برضه مصدقه مصلحه الارصاد؟ الحقيقه مالهمش حق يخدعونا بالشكل ده. هما اللي بيخدعونا ولا احنا اللي بنخدع روحنا؟ حبيبي ده سيمي. مش لما داب في روحي الاول؟ اخفى عليك، خدني في حضنك. ما كنتش عارف ان البرد له فوايد لذيذه كده. وانت لسه شفت حاجه؟ عيد فايده حبينا الصبح لما نقوم من النوم نلاقي ضهرنا متاني ورجلينا مكلبشه ببعض. روماتيزم بقى. وبدل ما نروح على المحكمه ينقلونا على المستشفى. طب نام وانت ساكت، ما تبوظش الجو الرومانتيكي اللي انا عاملاه لك ده. ايه مالك يا حبيبي؟ الرطوبه ابتدت تخرج مفاصلي. طب اسمع، انا عندي فكره جنان. الحقيقه حبيبتي افكاري كلها جنان جدا. ايه رايك نقوم نخرج نتفسح؟ نتفسح؟ انت عارف الساعه كام دلوقتي؟ وايه يعني؟ بيقولوا ان في محلات بتسهر للصبح. الصبح اللي انت بتقولي عليه ده لازم اروح فيه المحكمه، ولازم اكون فايق ومستريح علشان اعرف اترافع عن الناس والله قدام القاضي زي الطربش. ومين هيتفسحني غيرك يا حبيبي؟ يا حبيبتي انت ليكي يوم واحد في الاسبوع تتفسحي فيه زي ما انت عايزه. بقيه الايام البرنامج هيكون كالاتي: هرجع من المحكمه اتغدى وانام ساعتين، بعد كده انزل اروح المكتب اقابل العملاء، ارجع من المكتب ادرس القرار، ثم اشرب اللبن، ثم انام في هدوء. جواز تقليدي يعني. هو الجواز كمان حطوه على درجات؟ ايه ده يا حبيبي؟ الظاهر حد بيفتح الباب. مصيبة اللي هيكون حرامي. ده يبقى حمار قوي لو جه هنا. طب قوم شوفي ايه؟ يا حبيبتي أنا لغاية دلوقتي موافق على كل حاجة. إنما توصل لحد إن أنا أواجه حرامي وجها لوجه، أنا آسف، ده مش من طبيعتي ولا من خلقي. قوم بلاش كسل. الزوبعة خلصت. يا تقومي تقابليه أنت يا تنامي وتسكتي. أسكت إزاي؟ لا أقوم طبعًا. Thank you.
في المليان. مين حضرتك؟ مين حضرتك انت الاول؟ انا تقريبا صاحب الشقه دي. ده احنا اللي ساكنين فيها. الله، هي سكنت من النهارده وما تقربش لحسن حضرة في المليان. لا مليان ولا فاضي يا ست هانم. الموضوع ما الموضوع ما فيه ان احنا جيران. ايه؟ اصل انا مأجر البدروم بتاع العماره مفروش، مأجره من صاحب الملك، واتأخرت في دفع الايجار، فالراجل من بجحته قفل البدروم ومنعني اخش انام فيه. شوفي قله الحياه. ايوه، بس البدروم اللي بتتكلم عنه ده يبقى تحت وانت دلوقتي فوق على السطوح. يا ماما انا متعود اطلع هنا كل يوم استخدم السلالم دي، ابقى على السطوح على طول. وبعدين؟ وبعدين انزل على سلالم الخدامين ابقى تحت، من شباك المطبخ المكسور بتاع البدروم انط ابقى جوه وانام، ولا من شايف ولا من ديري، والصبح نفس الحدود. يا حرام، اتفضل. ميرسي. اعمل لحضرتك قهوه؟ لا يا ماما متشكر. يا ما لقيتش ما عندناش لا بن ولا ميه. بتتكلم. حتى الحرامه ضربت معاه الصحوبيه. هنعمل ايه يا استاذ هانم؟ اصحاب البيوت ما بقاش في قلوبهم رحمه. فعلا، خصوصا صاحب البيت بتاعنا. تصور مأجر لنا الشقه دي ب60 جنيه في الشهر. يا ساتر يا رب. احمد بيدفع 25 وماما بتدفع الباقي. احمد مين؟ احمد جوزي. وستك متجوزه؟ ولسه عرفان جداد. الف مبروك يا هانم. اسمحي لي اقدم نفسي، عبد السلام الدمنطوري. نوال مختار. وبالمناسبه دي ارجوك تقبلي عزومتي انت والبي على العشاء بكره بالليل. بلاش بكره عشان ماما جايه عندنا. وماله؟ ده انا هكون سعيد جدا لو ماما شرفت معاها. مش عارفه. ما تكسفنيش، ما تكسفنيش، خصوصا ان احنا جيران. لحسن بعدين انكسف اعدي من عندكم تاني مره. يا خبر، حضرتك تعدي في اي وقت. خلاص، لازم تقبلي العزومه. خلاص اتفقنا. ميرسي. انا هستناكم الساعه 8 في القصر بتاعي. قصر ايه؟ ما انا مسمي البدروم بتاع القصر. تصبح على خير. وانت من اهلي. من حق. انا هحاول بعد كده اجي بدري علشان ما اقلقكوش وانتوا نايمين. براحتك، مش مهم. اصيله يا نوال هانم، اصيله. مع السلامه. انت واقفه تتسلم على الحرامي؟ ده مش حرامي يا حبيبي، ده الاستاذ عبد السلام. الاستاذ عبد السلام؟ ايوه. الاستاذ عبد السلام مين؟ الدمنهوري. الدمنهوري؟ عبد السلام الدمنهوري كمان؟ دمنهوري مين؟ جرى اللي في البدرون. اللي في البدرون؟ وايه اللي جابه في الصبح؟ صاحب البيت مش راضي يدخله لان في اجره متاخره عليه. والراجل متعود من زمان ينط من شقتنا على سلم الخدم على مطبخ البدرون على جوه، ينام لا من شاف ولا من دير. ايوه، يرد زي ما هو عايز زمان، لكن دلوقتي دي شقه متأجر فيها سكان، القانون يمنع اي تصرف بالشكل ده. لازم اساعده وانصره على جشع صاحب البيت. تقومي تخليه يعمل شقتنا كوبري؟ الناس لبعضيها، النهارده احنا نساعده وننططه من فوق لتحت. جايز بكره نتعذر ولا ندفعش الاجره ينططنا هو من تحت لفوق، والواحد برضه لازم يبص لقدام يا حبيبي. إن هذا متهم الوائب أبابكم، إن هذا متهم الوائب أبابكم. إيه ده يا أستاذ أحمد؟ يعني امبارح تضيعوا في ماذا أقول، والنهارده تضيعوا في البرد والأسود. أصل اسعاف البيت يعني. الإزاز مكسورة يا فندم. الإزاز يا فندم، الإزاز مكسور والأوضة أصلها من هواء.
هو دخل يا فندم وقعد واستريح. استريح قوي يا ايه ده البرد؟ لا يا فندم. عبد السلام انت مجهولي. يا استاذ ركز في القضيه اللي قدامك. اقعد استريح على مسألة الشاهد الاول. نادي على الشاهد الاول. عبد الفتاح سليمان المنشاوي.